إذن مشاهدينا الكرام، ننوه إلى الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل، حيث قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن إصابات اليوم مقلقة، لكن الوضع الوبائي لا يتطلب بعد حظرا ليوم الجمعة المقبل، وأن المعيار الذي يحدد تنفيذ حظر أيام الجمعة هو مستويات الخطورة الصحية. أرحب الآن بالناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور نذير عبيدات، أهلا وسهلا بك معنا دكتور. إذا كما قال رئيس وزير الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الإصابات مقلقة لكن الوضع لا يستدعي حظر يوم الجمعة، وهذا يعتمد على الإصابات في المستقبل والوضع الوبائي، كيف تعلق؟ شكرا انتصار. يعني من الواضح انه هذا الاسبوع شهد زياده نوعا ما في عدد الاصابات، لكن عدد الاصابات ما زال ضمن الارقام المعقوله والارقام اللي بتبين انه ما زال الوضع الوبائي وضع مستقر، ويمكن ان يقال عنه انه جيد ولا يدعو للقلق. لكن رغم ذلك نحن لا يعني لا نرغب برؤية أعداد مثل هذه الأعداد، ونتمنى أن تكون الأعداد أقل من ذلك. من الواضح أنه أيضا هناك هذه الإصابات ما زالت معروفة المصدر إلى حد ما، وهناك بؤرة قد يعني مصدر العدوى إما في الحدود ما زال أو المخالطين للسائقين القادمين من الحدود. هناك أيضا البؤرة اللي بنتحدث عنها اليوم هي بؤرة الشخص الذي أصيب، وربما إن شاء الله يعني هناك بعض الخيوط التي تبين أن هذه الحالة ليست غير معروفة المصدر، ربما يعني أصبح هناك خيوط تبين أن مصدر هذه الحالة أصبح معروف أو يمكن أن يكون واضحا في الأيام القليلة القادمة. إذا نحن نتكلم عن بؤرة، وهذه البؤرة صحيح فيها أعداد، لكن بالمجمل إذا أردنا أن نتكلم عن الوضع الوبائي، نعم، عدد حالات ليس كبيرة، ليس عدد كبير، ولو أنه زاد عن اللي كنا نراه في الأسابيع الماضية. بنفس الوقت أن هناك هذه البؤرة هي الوحيدة اللي أصبحت هي مصدر للحالات المحلية، يعني الانتشار المحلي بمعنى انتشار محلي لم يعني ليس موجودا بالمعنى الصحيح. فالأعداد ليست كبيرة، نتكلم عن بؤرة، ومعظم الإصابات هي من مخالطي هذه، نعم، الإصابة الأولية في هذه البؤرة. وهناك مصدر آخر للقادمين من الخارج سواء عبر الحدود البرية أو عن القادمين الموجودين في الفنادق. طيب دكتور، في سياق الحديث عن البؤر والسيطرة على الوضع الوبائي، الآن بالرغم من وجود بروتوكول صحي وقائي للكوادر الطبية ممرضين وأطباء، إلا أنه نسمع عن حالات من الكوادر الطبية كان في صحيح موضوع ممرضة، ما السبب؟ موضوع الكوادر الطبية يعني معروف عالميا أنه هم يعني من الفئات الأكثر خطورة، واللي يعني يمكن أن يتعرضوا للإصابات بسبب طبيعة عملهم، وهم يعتبروا أصلا مخالطين، يعني بالمفهوم المخالط هم مخالطين. لذلك يعني تصب دائما الجهود على حماية الكوادر الصحية، لأنهم فئة هي لديها الخطورة للإصابة، لديهم خطورة أكثر من غيرهم باحتمال الإصابة، ولذلك لابد يعني المؤسسات أن تقوم بحمايتهم عن طريق يعني توفير كل أسباب الحماية ووسائل الحماية الشخصية لهم. يجب أن يكون هناك ما يعني بروتوكولات ودلائل واضحة بما يتعلق بضبط العدوى في المستشفيات، وخاصة في الأماكن التي يتواجد فيها مصابين. إذا ويجب أن تكون هناك يعني ما يجبر الأطباء والممرضين وكل الكوادر الصحية على التعامل بهذا. كيف تقيم هذه المعايير التي تحدثت عنها، وأيضا
ايضا التزام الكوادر يعني بها. هذا يعني بدي اشكرك على هذا الموضوع، يعني مهم جدا هو الالتزام بالنهايه. الالتزام الشخص نفسه يجب ان يكون باعلى درجه، ايضا النظام داخل المؤسسه الصحيه المستشفى او المركز الصحي يجب ايضا ان يراقب موضوع التزام الكوادر الصحيه بهذا بوسائل الحماية الشخصية وارتداء يعني الكمامات وجميع وسائل الحماية الشخصية، وأيضا لابد أن يكون هناك نوع من التشريعات والتعليمات الواضحة بهذا الخصوص. الالتزام قد يكون هناك يعني نوع من التراخي، وقد يكون التراخي هذا من الكوادر نفسها أو من المسؤولين عنها، ولكن بالمجمل يعني الأردن وبصراحة يعني أعداد الإصابات في الكوادر الصحية والحمد لله هي أعداد قليلة إذا ما قرنت بدول أخرى، ولكن يعني دائما نتمنى أن لا يكون هناك إصابات في بين الكوادر الصحية وهم خط الدفاع الأول في مثل هذه الظروف. طيب الآن كما سمعنا من وزير الإعلام لن يكون هنالك إغلاق يوم الجمعة في حال ارتفعت أعداد الإصابة، هل سنعود للإغلاقات؟ أعتقد أنه يعني من الواضح إذا أصبح هناك استمرارية في زيادة عدد الإصابات أو كان لا سمح الله هناك تضاعف واضح في عدد الإصابات، يعني حتى لو يعني يوم أمس كان لنقل حالتين، اليوم عندنا 11 حالة أو 12 حالة، في تضاعف واضح، إذا بكرة لقيناهم 24 حالة الوضع أصبح مختلف، يجب أن تعود الإجراءات سريعا ولا ننتظر طويلا حتى يعني تعود الإجراءات. إذا التضاعف الحالات بشكل متتالي في أيام متتالية هذا ما يخيفنا، خاصة إذا كان هناك بؤر غير معروفة، معروفة المصدر العدوى تكون يعني الخطورة أكثر. لكن بالوضع الحالي أعتقد أنه يعني أنا أتفق أنه لا داعي للحظر، و إن شاء الله أنه يوم غد وبعد غد سنرى أرقام أقل وبالتالي يكون وضعنا الوبائي جيد. أعود وأكرر أنه معظم هاي الإصابات عندما تكون مصدر العدوى فيها واضح إذا نحن في مأمن إن شاء الله، لا يوجد بؤر غير معروفة مصدر العدوى، حتى يعني اللي كنا الإصابة الأولى اللي كانت قبل عدة أيام كانت مجهولة مصدر العدوى، إن شاء الله في ما يوحي أنه أصبح يمكن أن تكون معروفة. نعم. دكتور، بالحديث عن العدوى، منظمة الصحة العالمية تقول بأنه من الذي يظهر عليه أعراض لا يتسبب في عدوى الآخرين، إلى أي مدى ذلك أردنيًا؟ هنالك أبحاث أو دراسات حول هذه المسألة؟ يعني بما يتعلق بالحالات يعني يجب أن نفرق بين حالتين، حالة تسمى بدون أعراض وحالة أو بسموها يعني باللغة الإنجليزية لازم أحكيها asymptomatic، بمعنى لا يوجد أعراض، وهذه الحالات يعني لا يوجد أعراض لدى هؤلاء المرضى في منذ التشخيص وحتى يخرجوا من المستشفى. لكن في حالات أخرى في الوقت اللي يتم فيهم تشخيص الحالة وأخذ المسحة الأنفية البلعومية يكون لا يوجد لديه أعراض، ولكن ربما بعد عدة أيام ستظهر عليه الأعراض أثناء وجوده بالمستشفى. إذا هاي الحالة الثانية هي تختلف عن الحالة الأولى، الحالة الأولى يبقى طوال الوقت بدون أعراض، لكن الحالة الثانية هي يمكن وقت التشخيص لا يوجد حالات لكن بالمستقبل يمكن أن تحدث. هناك فرق شاسع بين الحالتين، ومع ذلك أعتقد أنه منظمة الصحة العالمية قد تسرعت قليلا في إعلان أو لم يكن واضحا ما أعلنته يوم أمس بأن هذه الحالات ليست مصدر العدوى. كل التقارير تفيد أنه هذه الحالات يمكن أن تكون مصدر العدوى، لكن بالتأكيد هي عندما لا يكون هناك أعراض تكون نسبة العدوى أقل من الحالة التي يكون فيها أعراض. على سبيل المثال عندما يكون سعال وعطس وإلى آخره تكون يعني احتمالية عدوى الآخرين أكثر بالتأكيد. الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، شكرا جزيلا لك. شكرا.